ناس كثير يتلخبطوا ما بين كذا رياضه متشابهه، هي فعلا فيها تشابه كبير ما بين مثلا الهايكينج والسمتينج والماونتينيرينج والروك كلايمينج. الهايكينج هو بشكل عام الناس تطلع تمشي في مناطق خلويه، يكون في مسار معين يحددوا ومسافه معينه يمشوها ولها تجهيزات مختلفه، بس هي تعتمد بشكل كبير على المشي في الطرق الوعره والمناطق الخلويه. الماونتينيرينج او السمتينج اللي الناس تلخبطوا كثير مع الروك كلايمينج، هو هدفه انه الشخص يوصل لقمه جبل، يختار جبل وفي كذا مسار يقدر يتبعه لين يوصل لقمه الجبل. مرات يكون فيها جزء يحتاج انه يتسلقوا فيه روك كلايمينج، ومرات يكون لا مجرد هايكينج او سامتينج لين يوصل القمه. في الروك كلايمينج او في رياضه تسلق الصخور احنا نسويها، الهدف مو الوصول للقمه، احنا عندنا مسار مركب على الجبل، يكون زي عندنا الحين المسارات الرياضيه دي مركب فيها مسامير نشبك فيها المعدات السلام زي الكويك دروز، ولو بدايه ولو نهايه المسار، وكل مسار له مستوى. فالفكره انه المتسلق يطلع من بدايه المسار لنهايه المسار بدون ما يرتاح على الحبل او بدون ما يطيح لين يوصل نهايه المسار، هنا يعتبر انه انجز المسار ويقدر ينزل ويبدا يسوي مسارات اصعب لين يوصل مثلا المستوى اللي هو الماكس حقه والأقصى شيء يقدر يسويه ويبدا يتمرن عشان يطور مستواه اكثر. بس مو الهدف وصول القمه، الهدف وصول نهايه المسار بدون السقوط او بدون الارتياح للحبل، لان المتسلق يتسلق بعضلاته الحبل موجود بس كعامل سلامه عشان اذا طاح الحبل يمسكوه، بس الحبل ما يشيل وزنه ولا يساعده في التسلق ولا شيء. فيما يخص التدريب اهم شيء ننتبه له انه مو اي احد يقدر يدرب كلايمينج، مو اي شخص يجي يتسلق شوي يجي يقول انا مدرب وانا اقدر ادرب ويبدا يدرب الناس، لانه فيها مسؤوليه كبيره وفيها اخطار كثير لازم يكون المدرب يعرف شلون يتفاداها، شلون ما يقع في الخطر، وفي حاله وقع خطر يعرف المدرب شلون ينقذ الشخص او يتصرف بشكل سليم اللي يتفادى انه احد يتعور او يصاب الين يزول الخطر. حاليا في المملكه العربيه السعوديه عندنا شخص واحد مصرح من كذا منظمه دوليه ومن الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج اسمه عبد الرحمن العبدو، يعطي حصص تدريب على التسلق الاساسيات ويعطي حصص كمان متقدمه في التسلق، يدرس في منطقه تنومه في الجنوب وفي منطقه الشفا قريب الطائف، وقد جاء الرياض برضه سوى كم حصه تدريبيه. أنا كنت أسوي تقريباً كل الرياضات الثانية، وهذه الرياضة اللي قعدت معي أطول شيء، يعني العادة أبدأ رياضة وأوقف أبدأ رياضة ثانية وأوقف، هذه الرياضة الوحيدة اللي خلتني أستمر فيها، غير أنه فيها قوة الجسد ورياضة بدنية عالية، القوة الذهنية اللي مو كل الناس تعرف عنها، يعني في الرياضة هذه ممكن 80% أكثرها ذهنية أكثر منها جسدية. تعرض الناس انه يتحدوا نفسهم، يتحدوا الخوف حقهم، زي ما قلت لك في مستويات، انت حتبداي من تحت وحتتحدي نفسك، ما انت ضد احد، ما حد بيحاول انه يهزمك، انت بتحاول تهزمي نفسك، بتحاولي تحدي نفسك توصل لمستويات اعلى وتصيري احسن. في مسابقات تصير وقت الشتاء اللي هو من اكتوبر لين مارتش، نبدا نتسلق اكثر ما نقدر برا. احيانا نطلع في الصيف لكن ما حيكون الوقت مناسب مره.